عواقب اقتصادية عالمية بعد شن بوتين هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، خصوصاً في مجال الطاقة، على الرغم من أن روسيا تشكل ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. انهيار أسعار النفط منتصف الثمانينيات أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، فيما كان الطمع بالغاز الطبيعي أحد أهم الأسباب لخطة غزو قطر على يد الدول العربية المجاورة. تتصدر روسيا القائمة التي تحتفظ بحوالي ربع إجمالي احتياطيات الغاز العالمية، تليها إيران وقطر في الشرق الأوسط. شهدت المرحلة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الغاز بعد إعلان الحرب على أوكرانيا، ويرى محللون أن الارتفاعات الحالية لحظية. وعلى الرغم من أن أوروبا تعتمد على روسيا في نحو 40% من إمدادات الغاز الطبيعي، لا يرجحون أن توقف روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا. لشبكة بلدنا الإعلامية تيا تكروري.